ما عرفتوش. وهذا المايسترو كيف قلت لكم صقع، لانه ما كيفهمش في السياسه. الناس واخا يختلفوا ملي توصل القضيه للسده العاليه بالله يجمعوا رؤوسهم، سمحوا لي. هذاك براهما قال لك وعبد الاله بن كيران ورقه محروقه، هو ما فهمش هذا واحد القضيه. هذاك براهما كنا انا وياه في قسم واحد في المدرسه المحمديه للمهندسين، كنت انا هو الرئيس ديال القسم ديال الكاتب العام ديال الجمعيه، كان الرئيس هو واحد السعيدي، وكنت مسؤول على لي زيتود، وهما الشغال ديالهم هو الاضرابات والتأزيم ديال الاوضاع والفضائح وداك الشيء الى اخره. من بعد انا مشيت في حالي، مشيت في حالي واحد السبب، مشيت في حالي الكليه. بقاو تمايا عام ولا عامين من بعد ولات المدرسه المحمديه كيسيروها العسكر. ودابا دابا باش ما كيحشمش داك براهما يقول عبد الاله بن كيران ورقه محروقه. كيفاش؟ 125 نائب برلماني ورقه محروقه. ومع ذلك انا ما باغي نرجع لا رئيس حركه، لا رئيس نقابه، لا رئيس حزب، لا رئيس حكومه، لا موظف، احنا في الضيعه. فهمتي؟ مانتنو غنرجع نتكلم وغنبدا نفضح، غنبدا نفضح هاد المؤطرين ديال السوء، هاد المؤطرين ديال السوء اللي كيأطروا المجتمع بالكذب والبهتان. الشعب المغربي انتبه، شوف راسك معامن، شوف راسك اش تيقول لك خياتنا، رد البال، ما تديهاش في الكلام الحلو المعسل اللي كي اللي كي راد البال مزيان. الا بقيت حي مت، الله يولي برحمه الله. هاد اللقاء هذا انا كنت متردد فيه هاد الايامات هذه، السي مصطفى نعس وانا نحلم واحد الرؤيه المفاد ديالها بحال شي واحد كيقول لي بغي يسخف الدين ديالي واحد المعنى، ان اهم شيء في الحج هو طواف الوداع. قلت مع راسي طواف الوداع شنو كيعني طواف الوداع؟ شي بعيد يكون الوقت قرب باش نمشي. معليش ما بقاش سكت هذه المده اللي بقات. الحكومه دابا شدات الطريق، دابا راه عامين وهي كتسير. ما غنبقاش دابا خايف على الحكومه ولا خايف ولا ساكت حنتاش باش تبقى الحكومه، لا غنهضر جهد المستطاع. اذا تمست المصالح ديال البلاد، اذا تمست المؤسسه الملكيه، اسمحوا لي راه المؤسسه الملكيه في هذه المرحله الاخيره تمست. كاين ناس جاو تيتكلموا، انا ما غنحيد لهمش الحريه ديالهم، ولكن حتى واحد ما رد عليهم. جاو تيتكلموا وقالوا كلام ماشي هو هذاك، وكاين شخص يعني ما احترم حتى حاجه، واخا يكون كبير ولا يكون صغير ولا يكون كيف ما بغى يكون، كاين حدود في الكلام، حدود. المواطن العادي احرى جلالة الملك، سمحوا لي المغاربه